معانا في الفيديو النهاردة أشهر أسماء الوزارات اللي أنت لازم تبقى عارفها بالإنجليش. يلا بينا. خلينا نقول الأول إن وزارة بالإنجليش اسمها Ministry، وزير اسمه Minister، ورئيس الوزراء اسمه Prime Minister. تعال بقى نبتدي بأول وأهم وزارة وأحبهم إلى قلبي من وجهة نظري يعني. أول وزارة معانا وهي وزارة الـ Ministry of Foreign Affairs أو وزارة الخارجية أو العلاقات الخارجية. Ministry of Foreign Affairs كنت قدمت فيها وأنا صغير يعني، كنت لسه بتكلم عربي بس، فطبعا شاطوني من على الباب، ما دخلتش مقابلة أصلا. أول وزارة معانا هي Ministry of Foreign Affairs، ولو عاوز تقدم فيها يبقى لازم تتابع فيديوهاتي لأنك لازم يبقى معاك لغة واثنين وثلاثة. تاني وزارة معانا الوزارة بتاعت الجيش، ودي اسمها Ministry of Defense. Ministry of Defense، وزارة الدفاع. عندنا بعد كده وزارة الداخلية، تمام؟ وزارة الداخلية اسمها Ministry of Interior. Interior يعني الدواخل، يعني هي ليها علاقة بالحاجات الداخلية، ملهاش دعوة بالحاجات اللي بره يعني. Ministry of Interior يعني وزارة الداخلية. وزارة العدل Ministry of Justice، ده بيبقى جاي كده فيها دي خفيفة في الأول، قلنا قبل كده Justice، Ministry of Justice وزارة العدل. في كمان عندنا وزارة القوى العاملة، دي احيانا بتتضم على وزارات تانية عشان مش لاقي لها دور قوي، ما اعرفش يعني. مهم يعني وزارة القوى العاملة بالانجلش اسمها Ministry of Manpower، وممكن اقول Labor، Ministry of Labor اوكي، بس Manpower اكتر، Ministry of Manpower وزارة القوى العاملة. عندنا كمان Ministry of Transportation اللي هي وزارة النقل والمواصلات، وأحب أشكرهم على إن المواصلات دلوقتي في مصر بقت يعني إيه زي ما هي، وعندنا تذكرة المترو بقت بسبعة جنيه، وأنا مش عاوز أتكلم في السياسة عشان شكلي هتحبس. يلا 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 هنا اللي على اللي بعده. وزارة البترول، الفلوس الحلوة بتتعين في البترول، يقولك الواد ده شغال في البترول، خده اللي بنتك هيظبطها فلوس بقى وكده. المهم اسمها بالانجلش Ministry of Petroleum، ويا بختك يا سعدك يا هناك يا اللي تناسب واحد شغال في وزارة البترول. تاني مرة Ministry of Petroleum، Petroleum. عندنا كمان وزارة الري والزراعة، ودي بالانجلش اسمها The Ministry of Agriculture and Irrigation. Agriculture اللي هي الزراعة، وirrigation اللي هو الري. اوكي بس، ويا رب يعني نرجع تاني نبقى دولة زراعية، لان مصر فعلا في الفترة الاخيرة مش شايف خضرة خلاص يعني، الله يكون في عوننا بجد. عندنا كمان وزارة الشباب والرياضة او الرياضة والشباب، وبالانجلش اسمها Ministry of Youth، مش يسها، Youth and Sports، وزارة الشباب والرياضة. Ministry of Youth and Sports. عندنا كمان وزارة التضامن الاجتماعي والتكافل، ونبقى مع بعضينا كده ونساعد بعض يعني ان شاء الله. Ministry of Solidarity، Ministry of Solidarity او Social Solidarity تمشي برضو. وزارة المالية اسمها Ministry of Finance، Ministry of Finance. وزارة الثقافة، واحنا شعب مثقف جدا يعني، اسمها Ministry of Culture. خد بالك مش culture، انت فاهم؟ عشان في ناس كتير بيقولوا بكيتشر كاليتشر، هي كال، اقسم الكلمة نصين كده معايا، كالتشر، Ministry of Culture، كالتشر، وزارة الثقافة. عندنا كمان وزارة البيئة اسمها Ministry of Environment، مش لازم يعني الان بتبقى خفيفة قوي قبل الام، Ministry of Environment، Environment زي ما تكون الان مش منطوقة كده، انت فاهم؟ وزارة البيئة، واحنا البيئة عندنا حلوة وجميلة ونظيفة والدنيا لذيذة بصراحة. انا احب اشكر السادة المسؤولين كلهم. اخر وزارة معانا يا جماعة، وهي وزارة الـ Ministry of Education. خد بالك لما دي بيبقى جاية بعدها يو بتبقى جا Ministry of Education او وزارة التعليم، وانا حطيتها اخر وزارة نظرا لأهميتها، تمام؟ والحدق يفهم. اوكي that will be all for today. Thank you، وخليني اشوفكم على خير. Thank you.